السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا المراقبة المستمرة المرحلة الرابعة مادة اللغة العربية، إذا المستوى الثاني، إذا الفرد الأخير في الدورة الثانية. غادي نشوفوا التعبير الكتابي، غادي نشوفوا الإملاء، وغادي نشوفوا الخط. إذا عندنا ثلاثة ديال المكونات بالنسبة لهذا الفرد. هذا استعمل مثل، اذا غادي نصوغوا جمل على نفس المنوال ديال ما اجمل الورده. اذا مثلا ما اروع منظر الغروب، مثلا منظر غروب الشمس، ما اروع منظر غروب الشمس، ما أجمل مثلا، ما أجمل مثلا، ما أجمل مثلا، يمكن أن نقول ما أجمل حديقة الحي، حديقة الحي، أو ما أعذب صوت خرير المياه إلى آخره. الأسلوب الثاني، يا عماد هل ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ يا سارة هل أنجزت واجباتك؟ يا محمد هل أتممت عملك؟ ثم دخل التلميذ فرحا، أقبل الأستاذ نشيطا، خرجت البنت مثلا حزينة. إذا هاد الكلمات كيعبروا على الحالة ديال الشخص. ثم السؤال الثاني، أكتب الأعداد بالحروف. اشترت أمي، إذا عندنا حلويات، إذا الحلوى نقول حلوى، هذه حلوى، إذا مؤنث، إذا نقول خمسة حلويات، وأعطت للبائع، إذا هنا غادي نديرو إذن عشرة دراهم، ورد عليها أربعة دراهم. السؤال الثالث، أحول حسب المطلوب. عماد استحق الجائزة، إذن ريم غنقولو استحقت الجائزة. ريم وعماد استحقا الجائزة. عماد وأصدقاؤه استحقوا الجائزة. ريم وصديقاتها استحقنا الجائزة. وثب اللاعب، إذا غنقولوا وثبت اللاعبة، اللاعبان غنقولو وثبا اللاعبان، اللاعبتان غادي نقولو وثبت اللاعبتان، اللاعبات غنقولو وثبت اللاعبات. ثم السؤال الرابع، أرتب الجمل بترقيمها. يهنئ الناس بعد صلاة العيد ويتناولون الفطور، ثم يعودون إلى بيوتهم، ثم يوزعون العيدية بعضهم بعضا. إذا غادي نقولوا بعد صلاة العيد رقم واحد، يهنئ الناس رقم اثنان، بعضهم بعضا رقم ثلاثة، ثم يعودون إلى بيوتهم رقم أربعة، ويتناولون الفطور رقم
خمسة، ثم أخيرا رقم ستة يوزعون العيدية. غادي نمروا الآن الأنشطة ديال الإملاء. أتميم بالألف المناسبة مقهى بألف مقصورة، راحة بألف مقصورة كذلك، أعمى بألف مقصورة، مصطفى بألف مقصورة، العصا بألف ممدودة، الفتى بألف مقصورة. أتمم الكلمات بالألف المناسبة، ارتمى بألف مقصورة، دعا بألف ممدودة، سعى بألف مقصورة، شكى بألف ممدودة، اشترى بألف مقصورة، ثم جرى بألف مقصورة. السؤال الموالي السؤال الثالث، أحول رمى يرمي، إذن الألف المقصورة تنقلب إلى الياء، دنا يدنو، إذن الألف الممدودة تنقلب إلى واو، التقى يلتقي، إذن ألف مقصورة تنقلب إلى ياء، رضي يرضى، إذن تنقلب إذن إلى ألف مقصورة. ثم نمر إلى الخط، أكتب الجمل. لابس مروان سروالا فضفاضا، إذن نكتب لابس مروان سروالا فضفاضا. إذن هذه هي الجملة الأولى. ثم نمر إلى الجملة الثانية، استظل عثمان بالظلة، استظل عثمان استظل عثمان بالظلة. استظل عثمان بالظلة. إذن هادو هما الأجوبة الخاصة بهذا النموذج الكتابي ديال المستوى الثاني، إذا اللغة العربية، مكونات التعبير، الإملاء، ثم الخط. بطبيعة الحال غادي نشوفوا حتى المكونات الأخرى الخاصة بالنشاط العلمي، الرياضيات، القراءة كذلك، فهم المقروء، التمارين الكتابية، دائما على نفس القناة من أجل الاستعداد للامتحانات الأخيرة. إذا الامتحانات الأخيرة اللي كاينة في نهاية الدورة إن شاء الله. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.